بهدف اقتراح حلول سياسية وآليات للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر، جاء اللقاء الأول لائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي. ويضم هذا الائتلاف 85 من منظمات المجتمع المدني. وأشار البيان الصادر بشأن اللقاء إلى التصميم على مواصلة التعبئة داخل الحركة الشعبية من أجل الانتصار لمطالب الشعب ولتقديم مخرج بناء للثورة السلمية التي انطلقت في فبراير الماضي. وأكد المجتمعون على ضرورة التهدئة وتعزيز الحوار على اعتبار أنه لا يمكن الوصول إلى حل يناسب تطلعات الثورة السلمية إلا بالهدوء والحوار وتغليب المصلحة الوطنية. يعني كل متفق على ضرورة فتح حوار واسع وشامل يعني حصر وإيجاد حلول للأزمة وإشراك الجميع، سواء كان طبقة سياسية أو المجتمع المدني، لأن المجتمع المجمعيات اللي حاضرة هنا لا تمثل المجتمع المدني كما أشار السيد الصادق الزهيري، بل هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني رغم تعدد المبادرات، ولكن هذا يعني يعطي الثراء للمجتمع ولا ينقص من المجتمع. ويأتي اجتماع هذا الائتلاف بينما تتواصل المسيرات السلمية في الجزائر للمطالبة بإقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وإبعاد كل رموز النظام السابق قبل الوصول إلى انتخابات رئاسية، حتى يكون ممكنا ضمان نزاهتها وإجرائها في أجواء سياسية وميدانية دون سيطرة رموز نظام بوتفليقة على مناصب عليا بما يمكن أن يؤثر على هذه الانتخابات.